تعكس مشاهد هذه المسيرة الجماهيرية المطالبة بصرف المرتبات حجم الضائقة التي يمر بها الموظفون في ظل تردي الأوضاع المعيشية بسبب انقطاع المرتبات. سؤالنا اليوم وخرجتنا في هذه الوقفة الاحتجاجية وهذه المسيرة هو سرعة تسليم هذه الرواتب للموظفين قبل فالكيل طفح، الناس لا يستطيعون أن يتحملون، موطن بطيء هناك في هذه المدينة يومياً، الموظفين يعولون أسرا كثيرة لا يستطيعون أن يفون بالتزامتهم، الموظف لديه راتبه فقط وليس له دخل أي شيء غير الراتب، فأين راتب 9 أشهر؟ نطالب الشرعية، نطالب رئيس الجمهورية بسرعة التدخل السريع وتسليم رواتب هؤلاء الموظفين، فالأمانة الأولى والأخيرة تقع على عاتقه. من إجمالي 1,000,000 موظف لم يتسلموا رواتبهم يعاني 100,000 موظف في تعز توقفت رواتبهم منذ 9 أشهر في ظل غياب كامل للحكومة عن تلمس همومهم حتى مع اقتراب عيد الفطر، وهو ما يجعل المشكلة تبدو أكثر تعقيدا من أي وقت سابق، ففرحة الأطفال يبدو أنها ستؤجل حتى يفرح آباؤهم باستلام الراتب. قطاع الراتب لمدة 9 أشهر عن مدينة تعز ولا ندري ما السبب. الآن رمضان انتهى ويأتي العيد ونحن على هذا الحال، لا ندري متى يكون هذا متى يصرف هذا الراتب ولماذا تأخر هذه الأشهر كلها. هذا هو السؤال الذي يجب أن يسأل به أو تسأل به الحكومة، كيف يستقبل أهل تعز العيد بلا معاشات بلا مصاريف؟ كيف يكسون أطفالهم؟ كيف يفرحون الأطفال بالعيد؟ أسواق العيد هي الأخرى تبدو فارغة، فلا مشتريات العيد ولا سواها أصبحت أحاديث الناس كما في كل عام، فواقع المعيشة الصعب جراء انقطاع المرتبات يشكل غصة ما بين المواطنين واستقبالهم للعيد. عيد بأية حال عدت يا عيد، هكذا أصبح حديث الموظفين الذي لا يتوقف أمام اقتراب العيد وبعد المرتبات عنهم وتجاهل الحكومة لهم. حمزة أمين لبرنامج المنصة تعز.